بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. حبايبي اللي طلبوا مني فساتين السهرة والسواريهات والدرسات بتاعت السهرة للمقاسات الخاصة، عناية جبت لكم مقاسات خاصة وأسعار حلوة في نهاية السيزون ونهاية فصل الصيف على الأوكازيونات من محل تانجو. محل تانجو شارع سعد زغلول، محطة الرمل، جنب بن البرازيلي وسوفيانو بولو. تمام حبايبي، بقى هندخل كده نتوكل على الله. على فكرة انا عاملة كذا جولة في المحل هنا، عاملة الحاجات المقاسات الخاصة خروج وكاجوال، حاجات كتيرة جدا. وبقوا تفرجوا لو ما تفرجتوش، ويلا بقى لايك واشتراك ونبتدي على بركة الله. يلا يا قمر تعالوا بقى نشوف المقاسات الخاصة وحاجاتها. قوليلي بقى يا جميل، ده ايه بقى؟ ده فستان مقاساته مرتاحة جدا. ايوه عامل 950. 950 50. تمام. الواناته ايه بقى؟ هو الفضي والذهبي. الفضي والنبيتي. والنبيتي منه. بصوا يعني حضرتك عايزه اي لون منهم، دي مقاسات خاصه. تمام. عندنا اللي جنبه ده عامل 650. ده 650، هما الدرجتين مقاربين لبعض. بصوا يا جماعه، والكلوش بتاعه بقى 650. تمام. في حد برضو ده مقاسات خاصه؟ لا صغنن ده مقاسات صغنن شويه بقى كده، هناخده في 775. 775 تمام. ده برضو مقاسات صغيره. عامل 630، وجبنا معانا من 40 ل 48. 48 برضو اهو مقاسات مرتاحه برضو شويه. ايوه بصوا عامل ازاي، بكام قلنا؟ ب 630. 630 تمام. اللي جنبه ده شكله مقاساته كبيره. مقاساته مرتاحه. بصوا بقى ده، لو عايزه بقى حضرتك محجبه كده وعايزه فرح كده جايلك، ومقاسات خاصه برده. بكام؟ بصوا الظهر بتاعه 390. ب 390 بجد والله. بصوا يا جماعه الظهر بتاعه ده، بس تلبس بادي بقى طبعا هنا. عندكم بقى باديهات وكده؟ عشان ما عندكمش باديهات. بكام بقى قلنا ده؟ 390. 300 وفي منه البطيخي. البطيخي. بصوا بقى مقاسات خاصة، يعني لبس لغاية مقاس كام كده؟ يعني 50 52. 50 52 ب 390 جنيه. تمام. ده 560. بصوا بقى ده سيمبل خالص بقى بجد، يعني أحلى حاجة إن هو يعني مفيهوش أي حاجة. بصوا من تحت جاي كده إكس. جاي علامة إكس. بكام يا قمر؟ 560. 560 معلش. منه الاسود. ايوه في منه الاسود وفي منه اللون ده اللي هو الكشمير، والحاجات اللي بروبروق دي عايزين نشوفها برضو. ايوه البروبروق ده شبيه للي انا لسه مطلعاه، بس بروبروق بس 5 ثمانية. ده عامل 965. 965 مفيش منه الا النبيتي بس. النبيتي والكشمير. والكشمير بتاعه. حاجة كده. تعالوا بقى نشوف بقى. واحد. ده مقاسات برضو؟ مقاسات. عندي 48. عندك منه؟ ب 560. 560 يعني الاسعار هنا بتبدا من اول 390، يعني ده ارخص واحد. ده تمام. في عندي حاجه كده. بصوا ده بقى. بصوا يا جماعه 720. شيك قوي برضو. بكام؟ ده ب 720. 720 بس ده ايه؟ مقاساته محدوده شويه. ايوه مش كبيره قوي. لا بنيتي. لسه هنشوف برضو حاجات تانية. عندنا الاسود ده بقى. ده برضو بسيط خالص. ده عامل 405. ده 405 مقاساته كبيرة برضو. ده مقاساته مرتاح جدا. سو من على الصدر كده زي جبير كده، يعني حاجات كده مخرمة وطبعا بقيته كله ايه؟ حاجاته. هو اصلا مفيش منه الوانات، هو الاسود بس. الاسود بتاعه بس. تعالوا بقى نشوف ده. بصوا بقى يا جماعة، ده مقاساته بنيتي. ده برضو بنيتي مرتاحة، يعني مرتاحة لغاية قد ايه؟ يعني لحد لخمسين. لخمسين ماشي. وفي ستات برضو 50. تمام. بصوا يا جماعة، بصوا بقى الكم، حركة الكم. تمام. بكام يا جماعة؟ 855. 855 في منه اللون ده الذهبي والموف، موجود منه لونين بس. دول موجودين. اللي موجودين لونين. انا شايفه برضو حاجات وراه برضو، افرجكم على كل حاجه. بصوا ده، دي مقاسات كبيره. دي برضو مقاسات كبيره. دي مقاسات مرتاحه جدا.
بكام بقى ده؟ 1040. ده 1040. تمام. في بقى حاجات اسودات، انتوا عارفين الاسود ده بيبقى ملك السهره دايما، بس في ناس ما بتحبش تلبسه. بصوا اه بمشو بصوا يتلبس مثلا على دريس اسود، فستان اسود، باجي وبنطلون. باجي وبنطلون انا حطها على باجي وبنطلون. ايوه بيبقى شيك قوي. تمام، هيبقى حلو جدا ده. بونشو بصوا بقى الكم بتاعه عامل ازاي، هنا الاسوره اهي. بصوا ده يعني بونشو. بكام بقى يا قمر البونشو؟ ب 1215. في حاجه كده برضو شبيهه برضو البنشو، بس ده حته بس واحدة. ده دريس برضو ب 1220. تمام، مقاساته ده مرتاحه جدا. مقاساته مرتاحه. في حاجه كده ده كاجوال بقى، ده ليدي شويه. ده مثلا لام العروسه، لام العريس كده. عامل 810. يلا هيصي بقى يا ام العريس، انت ام العروسه. حاجه كده برضو اللون ده 800 وكام؟ و10. و10 لازم ال10 يعني. ال10 800. تمام. ايه بقى، في حاجات تانية؟ تعالوا بقى نتفرج على مقاسات كبيره تانية برضو هيصكم النهارده. وفي حاجات بقى بلوزات وبتاع. بصوا يا جماعه ده فستان مقاساته كبيره. أيوة. 780. بصوا وفي منه الاحمر والاسود، والاسود كمان بقى ايه لو حضرتك بتحبي طبعا الاسود. اي واحد فيهم ب 780. دي بقى حاجه كده، دي حاجه مختلفه بقى. دي حاجه جديده. ده دريس وعليه زي بونشو. ده ب 1800. 1800 برده مقاسات خاصه. مقاساته برده كبيره. تمام. في منه النبيتي والاسود. بصوا ده برده ايه، ده قطعتين ولا واحده؟ لا بس لا ده قطعه واحده. ده قطعه واحده بتلبس كده. بص من فوق 780 برده. 780 ومن تحت اهو الكلوشه بتاعته. بصوا عشان برده تبقوا شايفينه كله على بعضه. تمام، ودي بقيه الموديلات اهي. بصوا ده برده، خلي بالك عشان شابك. ده عامل 910 برده مقاسات. تمام، كله لون واحد اللي هو اللي فوق. هو لون واحد بس. تمام، حاجه كده. في حاجه كده بقى برضو قطعه واحده برضو. ده فستان. 1040. بصوا بقى عايزه افرجكم على شكله عشان هو برضو ايه الاسود ما يبانش شويه في التصوير. بصوا يا جماعه 1000 وكام؟ 40. بصوا من تحت ده شكله. تمام يا جميل. في بصوا الاشكال بقى، في الوان. الحاجه الحلوه ان في الوان واشكال. ده برضو مقاسات كبيره. 650. تمام، هو لون واحد. لون واحد. في حاجات تانية بقى، ده برضه مقاساته كبيرة. باين اهو ان هو كبير. بصي عشان تلبسي وانت مرتاحة. يعني عندك 1820. البسي بقى وتشيكي. وفي منه كذا لون. بصي بقى في منه الزيتي وفي منه ايه كمان؟ الزيتي والكشمير. الكشمير والسيمون. والسيمون. والاسود بتاعه. سوري، والاسود بتاعه. تعالوا بقى نشوف حاجة تانية. بصوا ادي الموف ده برضو 520. يعني احنا عندنا رنجات برضو معقولة. في منه الاسود. في منه الاسود اهو بتاعه. بصوا يا جماعة الاسود. في منه الزيتي كمان. والموف طبعا اللي احنا شفناه. برضو قطعة واحدة بيتلبس. قطعة واحدة. طبعا بيبان بقى في اللبس بقى على حضرتك وكده. في برضو حاجة كده ستايل تاني. بصوا نازل ازاي واسع بقى من تحت. 1560. في منه النبيتي. عندنا النبيتي منه والكشمير. واللون ده. ده حاجه ثانيه. ده بقى حاجه ثانيه خالص. ده مقاسات كبيره برضو. عامل 1300. بصوا شكله عامل ازاي والاسوره بتاعته. مقاساته مرتاحه. وفي منه كذا رسمه من فوق. اي واحد فيهم ب 1300 دول؟ تمام. في بقى عندنا دي بقى بلوزات بقى، لو حضرتك بتحبي تلبسي بلوزات من فوق زي بونشو ده برضو. بكام بقى البونشو؟ 775. برضو مقاسات خاصه يا جماعه. تمام. في بقى كذا شكل حاجه كده. ايوه عامله 810. تمام. في الوان تانية ولا هي بتبقى الالوان اللي موجوده على الستاند؟ لا هي الالوانات دي. الالوانات دي
قماش. دي عامله 600 جنيه. دي 600 برضه. دي بلوزه. بصوا الشغل بتاعها عامل ازاي. دلعنا بقى المقاسات الخاصه بقى، مدلعاكوا انا بقى لي كام فيديو بدلعكوا اهو. بصوا بقى الجمال 675. تمام. ده جاكيت بقى عايزه تلبسيه تحتي بودي اسود بقى وشيك قوي. 675. مش طويل ازاي وفي حركه من تحت كده مش نازل كده. تمام يا جميل. في حاجه كده بنشوف بس قصير شويه ممكن ينفع على فستان. 675. بصوا بقى، بصوا الدلع بقى. يعني لو بنوته عايزه تلبس دريس كده في الفرح ويعني تختوخه شويه برده هتلاقي مقاسها. بصي حبيبتي جميل، بصي ده بكام بقى؟ ده 445. حاجه كده بكم. بصوا في لو عايزه بقى تلبسي حاجه برده بكم بكام بقى؟ ده 470. فرق بسيط يعني. تمام كده اتفرجنا على كل الحاجات. لسه في التوينزات لسه. تعالوا بقى عشان نسيب لكم حاجه. بصي بقى ايه بقى مقاسات كبيره. 450. تمام. شو كده لسه وتحت منه البادج بتاعه بكون. دول بقى اللي هم قطعتين. 400 وكام؟ و50. في حاجه كده برضو كلها يا جماعه توينزات. 310 بس. تمام. صخره صخره يعني. 375. 375 الذهبي وفي الفضي. في منه الذهبي في منه الفضي، شوف حضرتك بقى بتحبي ايه. تمام. حاجه كده بسيطه جدا. سيمبل خالص في نفس الوقت سهره. بكام ده؟ 450. لسه التوينزات لسه هنتفرج. بصوا ده كمان 375. تمام. مقاساته مرتاحة جدا. في بقى ده كده ده 400 جنيه. ده 400. وفي منه اسود والموف. الاسود بتاعه اهو. في الموف هما الثلاث الوانات دول ومقاساتهم من لارج لثلاثة اكس. لثلاثة اكس. تمام. في حاجة كده كمان 420. ابقى افرجك على كل الستايلات. 420. في منها برضه مقاسات. تمام. تمام. عامل 430. ده تيور على بعضه جيب و وثلاث قطع؟ ثلاث قطع. تمام. بصوا يا جماعه دي الجيب بتاعته لو عايزه بقى ايه تحضري بتيور. في ناس بتحب التيورات يعني. برده مقاساته مرتاحه جدا. بكام قلنا؟ 430. 430. في منه الذهبي ده وفي منه الفضي. وفي منه الفضي. في بقى حاجات تانية بقى. يعني سيمبل برده شويه مش يعني مثلا ايه جاره العروسه مثلا. بكام بقى ده؟ 375 والباج بتاعكم. تمام. 375. شوفي منه الموف اهو. تمام. في حاجه كده على اسود. 450. و5 405. طبعا الباج بتاعه برضه بكم. بصوا يا جماعه اهو الباج بتاعه. بصوا الكم بتاعه عامل ازاي وطويل. تلبسيه وانتي مرتاحة. في حاجة كده برضه سنجل قوي. ايوه. بكام؟ مقاساتها مرتاحة عاملة 375. 375. تمام. حاجة كده. حاجة كده برضه. 605. برضه مقاساتها مرتاحة. تمام. فرجنا على كل المقاسات، على المقاسات الخاصة للسهرة كمان زي ما حضراتكم طلبتوا مني.
اتمنى يا رب من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه، وهسيب لكم رقم التليفون والعنوان ان شاء الله في صندوق الوصف او في التعليق المثبت. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.